كله يشكر حمزة في الكومنتات وانه يعني اشكره كل حاجة بس انت كمان اشكر. السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم يا احلى متابعين في الدنيا. النهاردة فيديو اشارك معاكم لحظة كل راجل ممكن يمر بيها. انا حاليا دلوقتي في موقف لازم اخد فيه قرار. انا جيت من الشغل لسه ما كملتش 10 دقايق، وجيت لقيت وفاء متضايقة جدا بسبب حاجة انتم ممكن تكون عندكم علم بيها. في فيديو كنا فرحانين بيه بان اهل وفاء هيجوا يعيشوا معنا هنا في البيت في الشقة اللي فوقينا. كنا ذكرنا في الفيديو دوت ان انا او كانت جت السيرة ان انا هغسل او بساعد وفاء في شغل البيت او في غسيل السجاد، لان كانت في فترة كده وفاء كانت والولاد واحنا كلنا كنا عيانين، فالسجاد ما كانش اتغسل بقاله فتره وفاء كانت عايزه تعمله وما كانتش قادره. فانا قلت ان انا هساعدها وغسلت ايه سجاده او كم مشايه كده. فمن ضمن الكلام في الفيديو ده اللي شافه كان على المشايه بتاعه المطبخ دي. المشايه دي كنت انا قلت لوفاء انا هغسلها لك، لان طبعا في الطرقه فهي اكتر حاجه وسخه عندنا او يعني مش نظيفه في السجاده. لما جيت لقيت وفاء فرشه السجاده دي، والمفروض ان هي كنا متفقين ان هي ما تفرش السجاده بتاعه المطبخ لان دي اللي انا غسلتها، ومفروض ان هي كانت بتنشف، واتفقنا على ان هي مش هتفرشها الا بعد ما نخلص بقيه السجاد، لان احنا بنغسل السجاد هنا عشان البيبه اللي تحت الانبوبه دي. جيت لقيتها فرشه السجاده ديت بتاعه المطبخ ولقيتها قاعده متضايقه. طبعا بعد اللي حكيت لكم ده انا لما جيت ولقيت وفاء بالشكل اللي انتم شايفينه ده، الحمد لله هي ما فيهاش حاجه بس متضايقه وزعلانه، فانا مش هينفع ان انا اسيبها كده. انا عارف وسالتها زعلانه من ايه، فاسالها قدامكم تاني، انت ايه اللي مضايقك دلوقتي؟ مفيش، بحس ان في ناس بتضايق ان انت بتساعدني فمش عايزك. انت بتضايقي؟ بحس ان هم يا رب شايفين انا بتدلع عليك او كده. ما تتدلع علي وما تتدلع لمين؟ لا ما تتضايقيش ولا تزعلي. هم لو في بعض الناس وكل الناس ولا بعضهم؟ لا بعض الناس، فهم مش فاهمين انا فاهم. ماشي. طبعا السجاده دي هي اللي عليها المشكله اصلا. المفروض ان انا كان اتفق انا وفاء ان اغسل لها المشايه اللي ورايا دي اللي تحت رجلي. طبعا التعليقات اللي جات اني ما تغسلش وعيب، وامك لو شافتك هتحزن عليك، وكلام ملوش اي داعي خالص ونص صح، بس لاول مره يعني اثر فيا ويخلينا ميل ان انا نفذه ان انا ما اغسلش المشايه دي. لا انا هغسل السجاد كله. اغسل السجاد كله بتاع الشقه النهارده علشان خاطر وفاء ترجع تاني تبقى مبسوطه، وان انا بعمل الموضوع ده ليها هي. اللي انتوا ما تعرفوهوش، انا وفاء طول السنه ما بتخلينيش يعني تخليني بيه معنى اصح، مكوى غسيل عيال اكل شرب دلع كل حاجه بتعملها معايا. فوفاء لما بيجي فصل الشتاء وبتبقى الدنيا برد وساقعه، عندها مشاكل في ايديها ان هي بتبقى الدنيا ساقعه، فاعراض زي اعراض الروماتيزم كده، يعني ما عندهاش مشكله بس هي دي حاجه طبيعيه في جسمها، يعني ان هي ايديها بتوجعها ومفاصل ايديها بتوجعها، تقدرش لا تغسل ولا تمسح ولا تعمل حاجات من الحاجات التقيله دي فصل الشتاء وفي الجو البرد، بس ما بتاثرش في اي حاجه طول السنه معايا. فواجبي ان انا لما تكون هي تعبانه انا اساعدها واريحها، واجب كل راجل ان يخلي مراته ملكه في بيتها. طبعا انا وفاء بالنسبه لي حاجه كبيره، انتوا ما تعرفوش اللي بينا. وفاء انا مخلف منها 4 عيال، هي كل حاجه 11 سنه جواز، فالتفاصيل دي مش هيفهمها الا اللي عنده الكلام اللي انا بقوله ده. انا ممكن انا مش عارف اقول كلام شعري ليها قدامكم، بس فعلا انا جوايا حاجات كتير لوفاء فبثبت لها بالتفاصيل البسيطه. الحمد لله الحمد لله كرم من ربنا، اقسم بالله وحياه عيالي اللي ما اعرف بيهم، انا اول مره ده على نفسي ان حمدي من ورا الكاميرا اكتر من اللي قدام الكاميرا. لا انا بقى مش عارف يعني مش عارف. والله العظيم لو وصفت لكم الحنيه اللي هو فيها والطيبه، يعني بحس ان مش عارفه اوصف. بس عشان هعيط خلاص، خد الشوكولاته اهي. بصوا ضحكت ازاي، حاجات بسيطه وحاجات يعني حاجات سهله، يعني الشوكولاته دي بكام؟ ب 10 جنيه مش حاجه، بس تخليها تضحك تخليها تبقى مبسوطه. ولما اعمل لها سجاده ولا اعمل لها مشايه، انا لما ببقى جاي من الشغل انا شغل اداري مش شغل يشيل وحط، فممكن ابقى موجود اقعد نص ساعه ولا ساعه واعمل معاها حاجه. حاجات سهله، حاجات سهله جدا. بفرح قوي لما بلاقي ستات كتير والله كتير لي برضك ان انا جوزي كده، بتفرح ان هي بتشوف يعني حد كده، وبزعل من الناس اللي بتزعل من كده يعني. فالناس اللي كتبت التعليقات اللي انا انت مش راجل انت ده لبين مراتك، كلام ما ينفعش يتقال. الرسول عليه الصلاه والسلام ما يصحش على الصلاه والسلام، ده قدوتنا
كان على طول برب اهل بيته بيساعدهم، مش دي حاجه مش وحشه، حاجه كويسه ان انا بدعي له من وراه اكتر من قدامه الحمد لله يعني اللي هو بيعمله. فانا النهارده هغسل السجاده اللي محتاج يتغسل، اقول لهم السجاده دي لان السجاده دي لونها فاتح، السجاده دي لونها فاتح فباين فيها مكان رجلينا وكده، والسجاده دي برده فيها لون فاتحه فهتتنضف برده، والسجاده دي برده هغسلها، والسجاده دي هغسل السجاد كله بمعنى صح عشان خاطر دي. فانا بدل سجاده واحده انا هغسل السجاد كله. اول حاجه اشيل السجاده اللي وقعت عشان دي اتغسلت اخر حاجه كنا غسلناها عشان اغسل السجاده دي. دي سجاده اول واحده اهي قدام الركنه عشان دي اكتر واحده وسخه في المكان. افرضها نصها كده. اه احنا عندنا سجاد تاني اللي هو القديم اقدم من ده، نشيله كده زي ستيرن يعني هنفرشه قبل ما ده ينشف. ده ميه تاني ميه كده ايه قبل السجاده عشان خاطر يبقى طري. بنغسل بقى السجاد بالايه كلوروكس الوان ده ومقاشه نظيفه. انا كده ايه برخي ايه برخي الصابون عليها المقاشه دي طريقتنا بقى ايه مبتكره. الفرشه بقى اللي هي الخشنه دي كده النص ده ايه اتغسل هقوم بقى من الناحيه دي واعمل النص التاني. ماشي كده هشطف بقى. هنا بقى وقت الشطيف. بص بقى الميه طالعه وسخه ازاي من غير عنف من غير عنف ومن غير اي عافيه. هي القصه كلها الكلور بصافه بالطريقه لازم بالطريقه. شايفين بقى النظافه اهي سهله ولا مش سهله؟ سهله جدا. الله ينور عليك. وعليك يا حاجة. الله يبارك لك. ان شاء الله بيخلص كده ايه. انا تعبت والله. نعم. اسيبك اغلبه وانتي؟ ما ينفعش. ربنا يديك الصحة ويبارك لك يا رب. ربنا يخليك ليا وفاء والله. تقيلة. انا نفسي اساعدك والله بس انت بتشرب. انا خلصت اول واحدة سهلة. اول واحدة خلصت. في الحمام تتصفى بعد ما. انا سيبها هنا تتصفى شوية عشان تقيلة. ماشي عشان مش هينفع نغرق الدنيا. هتكلمها هنا كده في الزور ده كده كده الميه ما بتخرجش لبره اصلا بتجري على الفيل. ايوه هو بيسخن بسرعه اصلا. جيب التانية بقى. دي بقى اللي هي بتاعت الانتريه دي بقى لونها فاتح فلازم ايه تتظبط. لازم تتظبط. كده بقى المختلة كده خلصت السجادتين الحمد لله. انا تعبت فعلا على فكره الموضوع متعب جدا متعب جدا. السجاده لما بتبقى لولا بتبقى تقيله بس الحمد لله خلصت. فاضل بقى كده فاضل الاثنين اغسل الثالثه. ما تجيبش الثالثه عشان كده خلاص كده كفايه عليك ليه؟ المنشر كده مره وانا بنبلل الدنيا. المنشر كده كده اصلا ما بياخدش الا سكتين. البلكونه السور بتاعها ما بياخدش الا اثنين. فممكن المشايه اللي تيجي عند الحبال انما السجاده التانيه مش هيجي.
مشكله مره ثانيه يعني كفايه عليك التول والنشاه النهارده ماشي عشان بس السجاده ماشي انا هحسبه برضه صح لان طبعا انا كنت فايتاني الحته دي ان احنا عندنا بلكونه واحده فالاربع سجادات مش هيجوا مش هينفع سجاجيد مش هينفع مش مره واحده ماشي هنشر دول ولا هغسل دي الاول اغسل المشاه دي الاول ايه دي المشاه سبب الحوار كله دي بس كفايه والله انا كنت عايزه التانيين درسته كان ليه يا ست ما درسته ما نعيش في نظافه ايه المشكله يعني خلاص ربنا يديك الصحه يا رب ويبارك لك ويجعل لك في كل خطوه سلام واشوفك في احسن المراكز كلها يعني احسن واحد في الدنيا دي كلها انت فعلا احسن واحد في الدنيا دي الله يخليك يا الله يخليهم لي برضه نفس القصه بس دي طبعا وسخه قوي فايه زود لك الصابون كله في دي شلتها من المطبخ وبتاخد انت برضه كانت مش دي فاكره شغلنا كمان عشان بيضه لو لونها فاتح عايزه صوته ازاي؟ شويه حشو من الدرع ودهون الاثنين عشان دي اللي موصله للشقه كلها لا عشان قريبه من المطبخ بقى زيوت وبتاع توصل هنا شوية لازم تتوصى بيها لازم تشوف حلوة بس على فكره اه بس ده في بقع هنا في بقع؟ اه عندك جميل قوي ايوه اهي اتخرعت مبروك عليك بس حلوه البتاع دي ولا الماشيه؟ لا دي احسن طبعا دي بتطلع البقع انما الماشيه بترخي الماشيه بتساعدني ان انا اطر ال اه شوف طلعت ازاي؟ سير الورده ايه؟ ويعتبر كان اسهل حاجه بالنسبه لك بتعوضه الاطفال عشان كان العقليه يعني حاجات بسيطه كده مع ان كان في فاتح بس ما كانش غلبه زي ده كده والمطبخ كده كده بتتغسل على طول فما كانش الجوع فيها مثلا بتاعت المطبخ دي غسلتها يجي 20 مره من ساعه ما كده طبعا الفيديو ده هيجيب سلايك ايه؟ صح؟ ليه؟ هيتضايقوا ان انا بسعى؟ لا والله في ناس كتير بتحب كده وشايفه لان هم بيبقوا عندهم كده معظم الناس اللي حاسين ان ده حاجه طبيعيه ان هم عايشين قدرتهم فعلا بيصعدوا لان ده الطبيعي المفروض الطبيعي بس الحياه مشاركه ولا احنا اللي فاهمين الدنيا غلط؟ مش انت مبسوطه؟ انا بس خلاص مش مهم لو جاب مليون ديسلايك عادي اهم حاجه الرغوه في الزيت في المشاهد بالزيت عشان الزيوت اللي فيها المشكلة ان السجاد ما ينفعش تغسل بميه سخنة هنلاحق عليه ميه سخنة منين؟ مش عايزنا نفل خالص لا يا دكتور بقى اهي كده طب فوق بعيد عن الصفحه هروح انا هروح انشر هروح بالظبط هتطلع حاجه خالص لا الجو دلوقتي الهوا بره انا شايلها كده وهروح بصوا بقى الجن اللي قلت علينا الجو هوا وساعة تلج طبعا انا عشان مع بال ما جيت من الشغل وغسلت فانا باجي متاخر يا دوبك على قد بقى ما عملت بقى دي اللي قلت علينا ايه اكمد انا
انا تعبت جدا يا جماعه، تعبت والله. فاضل بس بقى انشف بقى المطبخ طبعا وافرشه زي ما كان، بس انا غرقت وسقعان سكنت طبعا عشان لو ما كملتش هكسر. طب سيبته وانا بكمل. لا لا انا همسح الميه دي مش حاجه. ميه ورا البتاع اللي شفته ازاي؟ نظافه. ايوه عشان الصابون. تمام كده بقى فل. اخد الطرق كده على السريع. يا سيد يا سيدي. ماشي اعمل لنا محشي بقى. كنت غسلت السجادة وارحم. وكده خلاص. شفت الموضوع سهل ازاي؟ مفيش اسهل من كده. الموضوع سهل وبسيط. شويه ميه اتبلت شويه غرقت مش مشكله، سقعت عادي شويه وادفه بس وفاء بقت مبسوطه ومزاجها رايق وبتضحك كده. هو ده الصح يعني، ده اللي انا اعرفه، ده اللي انا اعرفه. معرفش بقى الناس اللي بتتريق والناس اللي ممكن طلب ده وصله الفيديو ده اعلى يكتش خاطر يعني. لا هو هياخد، بصي الفيديو ده انا متاكد ان هو هياخد اعلى ديسلايك في القناه. لا بيحب وفاء وصله اعلى لايكات عشان هو ضعف. انا مش هزعل لان دي ارائكم وانتم حرين. انا ما مش يعني مش هبقى زعلان ان انتوا تقولوا رايكم. اهم حاجه عندي وفاء ما تبقاش متضايقه، لان انا وفاء بالنسبه لي حاجه كبيره. واهم حاجه عندي ان هي تبقى مبسوطه، لان هي لما بتبقى مبسوطه انا ببقى مبسوط والبيت كله بيبقى مبسوط وكلنا بنبقى مبسوطين. فدي حاجه انا بستفيد من كده، انا بستفيد من كده ومرتاح كده، ما حدش يتضايق، ما حدش يزعل. ولو حد عنده راي يعني يا اما يقوله بطريقه كويسه يا اما يخليه لنفسه. فدي حلقتنا النهارده. معرفش مش هقدر اقول ان هي عجبتكم ولا لا. دي حاجه انا مش عارف اقفل زي ما بقفل كل مره. يلا نشوفكم ان شاء الله على خير. استنوا مننا تحديات فلوجات خروجات منوعات كوميديا وكل حاجه حلوه ان شاء الله تلاقوها عندنا في القناه. يوميات حمدي ووفاء ومع السلامه. كله يشكر حمدي في الكومنتات والنبي. لا اشكره كل حاجه بس انت كمان اشكر.